واحنا بين الشحن اصبح بمثابه وثيقه ابتزاز للمهنيين. الوزاره الوصيه على القطاع، احنا كمهنيين وكنقابات وجمعيات وجامعات كنا طالبنا على اساس انه يدار هذا بين الشحن، لانه في صالح المهنيين وفي صالح الوزاره وفي صالح البلاد ديالنا وفي صالح حتى السائقين المهنيين، لان غادي تكون اون تراسابيليتي ديال البضائع منين تنقلات فين مشات علاش كيفاش. ولكن هذا بين الشحن، احنا الان منين الوقت اللي طالبنا به على اساس ان الوزاره الوصيه على القطاع ما تاخذش قرار انفرادي وتصوبه هي على المقاس ديالها بدون ما تشاور مع المهنيين. لان الا بغينا احنا الا بغينا بين الشحن خصنا اولا نطبقوا الحموله من المنبع، من اللوزينات، من الموانئ، من المصانع، من اسواق الخضر ديال الجمله، عاد نشوفوا بين الشحن. خصنا طريفه مرجعيه، ما عندناش طريفه مرجعيه، يعني هاد بين الشحن غادي يكون خاوي الوفاض. حنا قلنا الوزاره الوصيه الا بغيتي ديري بين الشحن بركي مع المهنيين على الاقل وتشاوري معاهم وشوفي شنو هما الامور اللي خصنا نسبقوا عاد نشوفوا بين الشحن. هما لو مومون اللي فضل هاد الجائحة اللي الناس خدمات وكافحات وهذا كان الجزاء ديالها هو ابتزاز الوزارة الوصية للمهنيين. دابا اصبح هاد بين الشحن في المندوبيات ديال التجهيز والنقل، الا ما بغيتيش تاخذو ما كيعطوكش ديك لاغريمون الخضراء، دونك ولا هذا ابتزاز وماشي من حق الوزارة الوصية انها تبدا تبتز المهنيين بهذه الطريقة. لان هاد بيان الشحن راه ماشي قران منزل ما غاديش نبدلوه، لا، هاد بيان الشحن حنا رافضينه بتاتا وما غاديش ناخذوه من عند الوزاره الوصيه. والنهار اللي غادي يكون يعني المراقبه في الطرقات من سواء من طرف الدرك الملكي ولا اعوان المراقبه الطرقيه، ديك الساعه غادي تكون هضره اخرى. لان باش غادي نجي ونحط واحد القرار انفرادي ما نتشاور فيه مع حتى واحد، هادي دابا تقريبا جايه لسنتين الوزاره الوصيه ما حلتش عندنا حتى الباب باش تشوفنا واش باقيين حنا في قطاع ولا ما باقيين ولا ما كاينينش. يعني ناضوا داروا داكشي اللي بغاو، يعني في ظل هاد الازمه وفي ظل هاد المشاكل اللي تخبطنا فيها، على الاقل الوزاره الوصيه كانت تفك بعدا مشكل ديال البطاقه المهنيه اللي تاجل اكسبري بالعاني. الناس ما بقاتش بغات تصدع راسها، الناس ما بقاتش بغات تبرك مع المهنيين، الناس ما بقاتش بغات يعني توقف على دوك المحاضر اللي كنا درنا. المحاضر اللي كنا درنا كانت البطاقة المهنية فين هي؟ ما كايناش، تأجلات حتى تجي حكومة أخرى، تنعاودوا من الزيرو، جديد الحاضرة باقي معلق، الناس كتطلع للرباط وتنزل من الرباط ولا عندها داك لو فايفيان ديال الرباط يومي. الحمولة أنا نقولها من هنا كاين فشل ذريع ديال الوزارة الوصية أنها تطبق الحمولة. طريق السيار ما داها فينا حتى واحد على أساس أننا نديروا واحد الطريفة مرجعية، الطريفة يعني ديال الليل. لا تاكسا ليسيو حتى واحد ما يعني إحنا غاديين في واحد السياسة، وأنا نقولها من هذا المنبر ديالكم، ديال شد طلق طلق شد مع الوزارة الوصية. أنا كنقولها من هذا المنبر أن احنا رحنا وصلنا للابتزاز ديالنا، وصلنا لشي امور اللي هي خطيره وخطيره جدا. اول المراقبه راه دايرين ما بغاو في الطرقات المغربيه، راهم كيبتزوا المهنيين كيبتزوا السائقين، ولا ما يفيد. واللي بغى يحقق في هذا الامر يجي يبرك معنا على الطابله ونعطيوه. كاين الناس اللي اكسبري كيبتزوهم في الطرقات كيقول لهم ودي زيد عندك 4 طن، لان الميزان ديالهم ما بقاتش بالعاني اكسبري.